ضيوف مثلكم شرواكم دائما نحاول نعمل التوليفه. اليوم عندنا ضيفه رائعه وعزيزه وهي مفاجاتي بالنسبه لحوراء وكذلك عوض، ان انا دائما اقول لهم عندي مفاجاه صغيرونه. ضيفه ما شاء الله تبارك الله، يعني من طلتها الاولى يعني اقدر اقول من كان عمرها 7-8 سنوات وظهورها في برنامج مسابقات اسرت قلوب الملايين، ثم ظهرت في اعلان تجاري لاحدى شركات الاتصالات وايضا اسرت قلوب الملايين. انا وبنتي ساره دائما نعشق هذه الاغنيه اللي تيرارام تيرارام يا حصاني. ماريا قحطان يا مرحبا فيك، اهلا وسهلا. ضيفتنا العزيزه من اليمن السعيد بتكون معانا، حياك الله يا ماريا. اهلا 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 بالطفله الصغيره كبيره القدر. يا مرحبا يا ماريا، اهلا وسهلا فيك. شو اخبارك؟ يا مرحبا، تفضل حبيبتي تفضل. احنا مع الميكروفون بيكون ورا المخده. شو اخبارك؟ شوف هنا عندنا ملحن مخضرم وشاعر، وجود فنانه صغيره، انا دائما احب كذا اقول يمكن يصير تعاون حلو. ها ماريا شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. انا سعيد كثير بوجودك معانا ونورتينا، وانا اشكرك ذا فيو بارك انها سنحت لنا هذه الفرصه وهذا اللقاء الجميل ان نجري. كم لك الحين وجودك في صلاله؟ اول شيء انا سعيده جدا، شكرا لك متواجده معكم وخاصه معك الاستاذ عبد الله، وكمان في برنامجكم هذا الرائع اللي هو الناس والخريف، وكمان على قناه سلطنه عمان. نورتينا يا ماريا واسعدتينا. انا شفت لك مجموعه من اللقطات في درباد، في سهول جبال ظفار، والدندنين. قلت ما يصير ماريا قاعد تسمع الناس في السوشيال ميديا ما تجي عندنا؟ لا 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 لازم نسمع شيء. ايش بتسمعين اول شيء؟ ما فيش يعني حاجه انت مخصص لها تشتي تسمعها. والله اشتي انا كل شيء منك طيب. اللي تحبين انت قولي. باشل حبك معي بلقي زادي ومرافقي في السفر وباتي لذذ بذكرك في بلادي في مجيلي والسمر وانتهى عسى عادي بات ذكر ودادي وان جيت ناسيت يا ما ناسي جنب مثل التناس الودادي في خير انت وانا بنلتقي في السعد الله 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 الله. يسلم لي هذا الحس. ترى ماريا شاركت في ذا فويس وأسرت قلوب كل الملايين، وبعدين طلعت في إعلان تجاري. إيش المحضرة ما بعد هذا؟ ما شاء الله أنا اللي عرفت بعد عندك فعاليات كثيرة تقدمينها خيرية ومشاركة الأطفال ومساعدتهم ورفع المعنويات عندهم. شوي يحكي لي عن التجربة هذه وإيش الجديد القادم؟ طبعا بعد ذا فويس وإعلان زين قدمنا العديد من الأشياء الخاصة فيني. مثلا بذكر لك كانت أغنية صغيرة وداخلي غيرة، كمان كانت أغنيتين لكورونا بزمن كورونا، وأغنيتين للعيد، وكمان غنيت أغنية ابتسم لي يا زمن كانت بمناسبة حصول قناتي على اليوتيوب 1,000,000 مشترك. ما شاء الله يعني غنيت العديد من الأغاني. أيوه زين ضيوفنا في أغنية معينة تحب تسمعها ونسمعها معاك؟ إيه أنا ما بجيبك ترى على فكرة صوته جميل. أنا بطلت مستهيل بس نادر يدندن بينه وبين نفسه. أدناه كيف؟ يقول أكد لي ولا لا؟ والله أنت أجمل يعني. هو صوته جميل وأنت أجمل. الله يخليك تسلم. احنا وحشنا صوتك يعني. متيم تحفظ متيم؟ متيم في الهواء. متيم؟ متيم. لكرامة مرسال؟ مش حافظ. زين قول لي شيء من خاطرك. أنا وأنت بنغني متيم. بحفظها إن شاء الله. إن شاء الله. نلتقي بنغني. إن شاء الله. يلا تفضل. دار الليل. يلا الله الله. غدار الليل والرحلة طويلة والحمولة على راسي ثقيلة
والسفر طال ما باليد حلا من فراق المحب والبال حيران من فراق المحب والبال حيران في يا نفسي العليلة طللي وساعاتي مليلة شي بصر شي نظر هل شي وسيلة يا أهل ودي أنا عاشق والهان يا أهل ودي أنا عاشق والهان الله 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 يسلم لي الحس الله يوفقك يا رب إن شاء الله ومزيد من التألق على فكرة عدنان كذلك عازف مزمار أنت قلت لي كم سنة له قريبا ما عزف مو بالمزاج أنا عارف إنه بالمزاج والله هو ترى الاسرار عندي ترى هي إيه فعليك انا انبش ورا ضيوف حتى اعرف كل بس اعرف ايش النوع اللي موجود عندك بعد اذنك يلا حاطه في بوكس لازم ندلع اي اي لا لا خلي عندك وانا ليش طالبه عشان ابغى اسمع ايش بتسمعنا شيء من خاطرك كذا مع هذا الجو الخريف ايش تحب تسمع انت والله دائما انا اقول اللي في خاطر الفنان هو اللي يسمعنا طيب تبغى محلي انا بعزف بس انت تغني يلا والله اللي في خاطرك والله اللي في خاطرك خلاص اجيب لك حاجه يحبها قلبك يعني. يلا نسمع دوزان دوزان هذا شوية هو مدلع شوية احسنت احسنت على ما يصير الدوزان اكثر شوي كلمني عن الاله هذه هل هي تعتبر من محافظه ظفار موجوده ولا هي على مستوى شبه الجزيره هي على مستوى شبه الجزيره اي نعم بس في الجنوب اكثر شيء اي نعم في الشمال في بعض المناطق يعني مثل عندك في عبري نعم في يعني اكثر منطقه للمناطق في هذا هنا على مستوى محافظه ظفار تستخدم فيها فن المزمار هي كانت تستخدم في الربوبه سابقا الربوبه اي نعم يعني في السابق بس بعدين لما تغير الوضع والناس اللي كانوا الشيبان السابقين اللي هم يعني الحمد لله الجيل الجديد الجيل الجديد ودرها يعني وانتقلوا الى آلة القربة لانها اسهل في نعم في توصيل النغم ايوه اي ممتاز واليمن مشهورة بالمزمار اليمن مشهور اليمن ما شاء الله اساتذة الفن اساتذة وحضارة يعني ما شاء الله زين مستهيل يعني دائما انت في اعمالك في الحان معينة ودائما تبحث دائما عن الصوت الصوت المميز اللي يفهم اللحن يفهم الجملة الموسيقية كملحن هنا كيف تختار؟ يعتمد على اللون أول شيء لون العمل لون المطلوب العمل. أي نعم أي نعم إذا كان شعبي أما يعتمد على اللون العمل المختار أو النص اللي بيعطيك إياه الشاعر أي نعم أي نعم فهنا بتبدأ أنت تختار أول حاجة إذا كان لا إذا كان فرض عليك النص فبتختار له من اللي بيناسبه من يعني إذا طبعا النص أكيد بيكون يا عاطفي وطني أما بيكون يعني شعبي أي كان من الألوان هنا بتتخصص له الفنان اللي يناسبه إن كان مجموعة وإن كان فنان فردي
وبتخصص له الطبقة وبتتخصص بتخصص له كذلك المقام نفسه يعني بتمر على مراحل عشان توصل الكلمة واللحن للفنان اللي بيأدي. نعم. ما انه خلاص اغنية لحنتها واسلمها اي شخص، لا ممكن. نعم. تاخذ وتدرس مع اكيد المحتر. اكيد لازم اعرف طبقة شخص تسمع الطبقة حساسه. الفنون المحببة بالنسبة لك على مستوى محافظة ظفار، ايش الفنون المحببة؟ من الغرب للشرق كلها بس لازم في فن يلامسك انت. ها؟ يلامسك انت ك في اشياء بتتكرر دائما. ايه. الاشياء اللي بتتكرر مثلا بيقولوا القريبة على العين. ايه. زين مستقبلك ماريا، انت ان شاء الله الحين في اي مرحله دراسيه؟ طالعه تاسع ان شاء الله، وان شاء الله يا رب في اعلى المراتب باذن الله. المستقبل الدراسي وين تبغين توصلين، ومستقبلك الفني وين تبغين توصلين؟ طبعا ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، عيني عليك بارده يا رب احفظك. دائما انه اجي الاولى. بس يعني اذا تاخرت اكون الثانيه او الثالثه، لانه مثلا احيانا يكون معنا سفريات مهمات او يكون حفلات لصالح مرضى السرطان او ذوي الاحتياجات الخاصه. ممتاز. اما عن مستقبلي يعني حابه انه اكون فنانه عربيه عالميه. الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تستحقين. الله يعطيك العافيه. واكون كذا طبيبه اطفال. يعني عشان الاطفال التي لا يستطيعوا دفع العلاج. نعم. يعني بيكون تتكفلين بعلاج كامل ان شاء الله. وهذا انه مستقبلي. اما حلمي انا حابه انه ينتهي الحروب في كل العالم يا رب، عشان الناس والاطفال يعيشوا بامن وسلام. اللهم امين. اللهم يسمع منك ان شاء الله، وان شاء الله هذا كله امنيه كل انسان محب للسلام. زين انا عرفت انت على مستوى المحافظه حاليا موجوده في اكثر من فعاليه، في مناسبات بتصير لك، في نقدر مشاركه قادمه، ايش بيكون عندك؟ طبعا نحن جينا هنا انه سياحه، جينا بنطالع الكاميرا. اي نعم. طيب جينا هنا عشان تكون سياحة بدعوة كريمة من شركة فيو بارك، ممثلين بالأستاذ سالم بعمر، وكمان في أعمال قادمة إن شاء الله اللي هي بدعوة كمان من سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس البلدة الظفارية، بلدية الظفار، أوجه له تحية من هنا. متعاون كثير مع هؤلاء المواهب. نعم. يعني بنقول لك أقدر أقول أستشف في حفلة قادمة بإذن الله. ممكن نقول حفلات. حفلات. الله 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 الله. أنا قلت حق مستهيل إني بسمع من عندك متيم. مصر. أي مصر كيف ما وإذا وصل مستهيل ما يصير. يلا روح. متيم في الهوى يروي حكاية حب مخفية مع من عاش وياهم، ولولا الأمر ما يحوي ما قلت الذي فيا، ولكن بعد فرقاهم لقيت القلب هواهم. خطاي والخطا ما هو خطاهم، مكتوب الشقالية معهم صادق النية. خطاي والخطا ما هو خطاهم، مكتوب الشقالية معهم صادق النية. ما حيلتي ما سوي رنين القلب والنية، ولا ادري عن نواياهم وصدق الحب لهم انوي، واعلنها علانية قلبي كيف ينساهم، محلك بين اقواهم وراهم حيث ما رحلوا، وراهم في الروحات والجية صادق النية. صادق النية. احسنت. إذا تسمحوا لي، احنا ترى عندنا مسابقة بشكل يومي، بس بنشوف مين سعيد الحظ اللي بيفوز معانا في حلقة اليوم، ونقول له ألف مبروك. كل من رسل لنا كلمة خريف على الرقم الخاص بالبرنامج اللي هو 90458، نقول له إن شاء الله دائما فالك الفوز. يوميا عندنا 100 ريال، أسبوعيا كل يوم سبت 400 ريال، والسيارة الأولى 11.8، والسيارة الثانية 31.8. مين سعيد الحظ اللي فاز معنا بال100 ريال اليوم؟ نقول له ألف مبروك.
نشوف من رسل لنا كلمة خريف ونقول مبروك عليك الميت ريال. إذا صاحب الرقم 9117-4210 7117-4210 ألف مبروك عليك المئة ريال، وإن شاء الله الفال للجميع. ما عليكم من الأرسال كلمة خريف وإن شاء الله تكونون معانا من الفائزين. أرجع لك ماريا بعد ما سمعنا، يمكن أول مرة تغني على الهوى ها؟ أول مرة ترى، شو أنا اليوم كله أول مرة. إيش تبين تسمعين؟ أنا ترى طماع والله العظيم طماع، ما تتخيلين. أنا كل ما أسمع الشيء الجميل أحب أسمع منه أكثر وأكثر، وخاصة الجمهور اللي قاعد يتابعنا. يلا قولي. بجيب لك أغنية مقادير موال. الله. اللي غنيتها بذا فويس. الله. مقادير يا قلب العنا، مقادير وش ذنبي أنا مقادير، مقادير يا قلبي العنا مقادير، وش ذنبي أنا مقادير يا قلبي العنا مقادير، وش ذنبي أنا مقادير، وتمضي حياتي مشاوير، وأتمنى الهنا مقادير، وتمضي حياتي مشاوير، وأتمنى الهنا مقادير مقادير. الله 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 الله. يعني تخيلوا هالبنت الصغيرون كان 7 سنوات أو 8 سنوات عمرك؟ 8 سنوات. شوفوا ما شاء الله تبارك الله عروس، وإن شاء الله يا رب كذا من تألق إلى تألق أكبر يا ماريا. أنا أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. أشكركم يا ضيوفنا الأعزاء، نورتونا اليوم، تعبتكم أنا طريق وزحمة، وخليت عدنان يرجع ويفتح لنا البوكس عشان يسمعنا المزمار، وخليت مستهيل يغني. فاليوم أنا بالنسبة لي أنا محقق يعني نتيجة عالية، أني قدرت من خلال ضيوفي أطلع المكنون. بس أنا أبغى سر مستهيل والله، العمل القادم على الأقل إيش ربوبة برعة إيش هو بيكون، بس على الأقل حس بالحصري. توليفة مش متوقعة. مو متوقعة. لا خليتني اتعب انا الحين. شو حتى ماريا الحين تبي عرف مفاجات مفاجات. زين في شيء لعدنان بيكون لازم بعد اذا شوف ما دام هو ما بيقول سمعني بيت 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 كامل ولا عماره. سمعني بيت والله شطر وبيت بس خلاص. انا من ايش من القصد من اللي بيكون؟ لا هذا اللي بيكون حتى انا خاف علي اللي بيكون عشان الدفتر ماله. الله 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 الله. عموما اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. شكرا مستهيل الكلالي، شكرا الشاعر الجميل عدنان الكلالي، الملحن والاخ اخوه شعراء. اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. احنا تاكدوا كمشاهدين ومتابعين ننتظر من عندكم المميز، لانك دائما عندك احساس مختلف. ماريا نورتينا او اسعدتينا، وعوض وحوراء يعطيكم العافية. فالكلمة لكم إذا قاعد تتابعونه، وإذا تبغون تسمعون شيء من ماريا ترى عيوني لكم مال. شكرا لك عبد الله، وأكيد ودنا نسمع شيء جميل من ماريا. ماريا ما شاء الله صوتها جدا جدا رائع، كنا مستمتعين نحن في الاستديو ونحن نسمع هذه الأغاني الحلوة اللي قاعدة تختارها ماريا، سلامي لها. تسلم عليك حوراء وسلم عليك كذا. طيب نسمع حاجة، اعطينا شيء للخاتمة عشان نسلمهم. نسمع من عندك تفضل. في كل ليلة تخطر ببالي ولا يفارق رسمك خيالي، معي في كل حالي ولا يخفاك حالي، معي في كل حالي ولا يخفاك حالي، حبك ظلمني
والقلب بهشوق مليان ولعت قلبي من زمان زمان ولعت قلبي من زمان. الله عليك يا ماريا. الله الله. شكرا لماريا، شكرا لضيوفي، وشكرا لكم يا حوراء وعوض. اليوم عشنا جو رائع، لكم التحية، حياكم الله. دائما دائما الأجواء معك جميلة يا عبد الله، وأحس جميل دائما فيما نقدمه للناس والخريف وضيوفنا. الشوق